صباح الخير منير عجم، عم نرجع نسجل من جديد لانه اليوم بهالبنايه اللي احنا فيها عم بيعملوا تيستينج للفاير سيستم. بعد ما كنت مسجل نص الفيديو طلعت الالارم، سو بتمنى نقدر نخلص هذا قبل ما تطلع الالارم الثاني. من بالامس بعتقد اما اول امس كتبنا ام سجلنا فيديو عن موضوع البروجكت مانجمنت اوفيس، وحكينا على انواع البي ام اوز، وفي شيء منه مؤقت وفي شيء منه دائم، وشو الفرق بيناتهم، وحكينا كمان عن الفرق بين البروجكت مانجمنت اوفيس والبروجكت مانجمنت ديبارتمنت اما فانكشن داخل الشركات، وكمان تكلمنا شوي عن انه هل ممكن يكون في اكثر من بي ام او على مستوى الشركات. صار بحب يرجع لهم شوي، يرجع للفيديوهات اللي سجلناهم من يومين ثلاثه، اما يمكن بالامس صراحه ضايع. المهم اليوم عم نسجل اكثر على موضوع، وقلنا بدنا نسجل الفيديو على صلاحيات وممكن بعض الوظائف الموجوده بالبي ام اوز. اليوم تركيزنا على هالنقطه هاي. هلا قبل ما ادخل بالشرح لازم ارجع شوي للبومبا جايد، لانه مضطر الحين ان النقاشات اللي عم بتصير بالسوشيال ميديا وبالاونلاين دائما عم ترجع للبومبا جايد. اول شيء خلينا نوضح كم شغله. بي ام اي بالطبع هي منظمه، خلينا نكون واضحين، ما فيها مكتب خبراء، يعني ما انه مثلا اللي عم بيصدر من بي ام اي هو عم بيصدر من ثينك تانك مثل بسموها يعني، ولا جامعه ابحاث، ولا خبراء قاعدين بمكتب بي ام اي وهن عم بيصدروا كل الشغل، عم بيطلع هو من الفالنتيرز. وبالطبع الفالنتير في منهم عندهم خبره عاليه، في عندهم خبره متوسطه، في عندهم مبتدئين، بس انه اخذين البي ام بي سيرتيفيكيشن ريسنتلي. المهم اي انسان في يقدم، بس بالطبع اللي عم بيشتغلوا اكيد في ناس عندها خبره. بس خلينا نوضح انه البومباك هو مبني بناء على خبرات اللي عم بيساهموا فيه، غير بطبع النسخه الاوليه ولا الثانيه. هلا بموضوع البي ام او بعتقد اذا مش مغلط بالنسخات الاولى والثانيه، يمكن البي ام او يمكن ما كان مذكور، اما مذكور بشيء بسيط جدا، يمكن بالثالثه صار في شويه شرح اكثر، وهذا شيء طبيعي لانه الاصدار الثالث مثلا بال 2004 كان بلش مكتب البي ام او ينشهر، صار في شيء شركات عم تاسس مكاتب بي ام او، صار طبيعي البومباك يشرح عن الواقع. بس انه مش البومباك هو اللي اخترع البي ام او، تنكون واضحين. البومباك دائما عم بيكون يمكن احيانا متاخر، اللي هو لانه عم بيرجع هو مبني على خبرات اللي الممارسين، يعني انه الناس عم بتشوف عم بتمارس شغلات بمكاتبها بشركاتها عم تجي تنقلها للبومباك جايد. حنكمل مش حنوقف. ثواني معي لو سمحتوا، معلش. بقى البي ام او بعتقد ام سوري البومباك بال 2004 بعتقد اذا مش مغلط، بال 2008 وتصدر الاصدار الرابع بلش يعرف على مكاتب البي ام او. هلا بهذيك الفتره اذا ما طلع شو كانت مهام مكاتب البي ام او بنلاقي مهام شاسعه، يعني ما في بي ام او مثل الثاني، لانه بطبع كل بي ام او موجود، بس بطبع بالبومباك شو بدنا نكتب؟ نكتب انه ما في تعريف، فبيحاولوا يكتبوا نوع من تعريف، خاصه انه هذا الشغلات عم تستخدم بالامتحانات، فلازم يصير في نوع من تعريف. طبعا هذا رأي، مش متأكد من هالمعلومات، عم بحكي أنا رأيي إنه منطق professional opinion. هلأ بهذيك الفترة بعتقد بال 2008 وقت صار تحديث الرابع للبومباك جايد، انوضع ثلاث أنواع، حددوا إنه البومباك ممكن أقسمه لثلاث أنواع، سوري البي ام او ممكن أقسمه لثلاث أنواع، اللي هني supportive يعني بيقدم خدمات دعم لا أكثر ولا أقل، أما ممكن controlling ممكن معناته يكون عم بحط البوليسيز والجايد لاين وعلى أساسه بيصير المدراء المشاريع بيلتزموا فيها الى حد ما، وفي الدايركتيف اللي هو ممكن البي ام او يكون انفولف دايركتلي باداره المشاريع للمنظمه. عم بحكي هذا طبعا نحكي الحكا كاتيجوريز، بس بالواقع ما في شركات تيجي تقول لهم والله انا بدي اعمل سبورتيف ولا دايركتيف ولا كنترولينج، كل شركه ولا مؤسسه تعمل بي ام او حسب اللي بيناسبها. وهون البي ام او ممكن يكون دورهم يعني لا يتعدى مثل ما بيقولوا تقديم تقارير، انه يكون يعني حتى باحد المرات باحد الشركات اما المؤسسات البنكيه قالوا لي عندهم بي ام او، طلع البي ام او سكرتير لمدير الدائره اللي شغلته يلحق الموظفين الدائره يطلب منهم تقارير تبع شغلهم اللي عم يشتغلوا عليها ويجمعها ويقدمها للمدير. يعني هذا هون بطبع تاريخيا كان أسوأ شيء، مش أسوأ شيء، ادنى صلاحيه، خلينا نستعمل كلمه ادنى صلاحيات. بالطبع مع الوقت ادوار البي ام او كانت عم تتطور، بس انه حتى من سنتين ثلاثه
واذا بنرجع لابحاث الشركات البي ام اي دعمتها بموضوع البلس اوف ذا بروفيشن وبعد هالتقارير اللي صدر من منظمات عالميه انه بكثير شركات دور البي ام او اسي دور مهمش ومش فعال، بس عم نبلش نشوف انه ببعض الشركات اسي مهمش وما كثير فعال، ومشان هيك البي ام اوز عاده ما بتعيش اكثر من سنتين او ثلاثه. وفي بعض الشركات والمؤسسات لا، طبعا البي ام او صار دور كثير مهم وكثير مميز وعنده دور استراتيجي بالمؤسسات. سو اسا لليوم بالعالم من دوله لدوله يختلف، وبداخل الدوله يختلف، ومن شركه لشركه يختلف. سو شو ممكن يكون صلاحيات البي ام او؟ بالطبع البي ام او ممكن يكون وشو هو الانسب؟ الانسب ما فيني اجاوبكم عليه لانه كل شركه مثل ما قلنا لازم يكون في لها تايلر ميد، انه كل بي ام او بده يكون حسب نوع الشركه وحسب نوع المشاريع وحسب شو المطلوب. عاده ممكن يكون دور البي ام او بينتقل من يكون انه بسيط جدا من موضوع بس مثل انه مراقبه وتقارير الى دور اللي هو البي ام او ممكن يكون تقريبا بريماجيك مانجمنت ديبارتمنت، بس بدون ما يسموه بي ام دي بيسموه دلو سمينو بي ام او، اللي هي بالطبع هذا البي ام او بيكون بيحتوي على على البروسيجرز بيحتوي على البروجكت مانجمنت بيرسونال، يعني لهالدرجه ممكن توصل. سو بعندنا تو اكستريمز. هلا بشكل عام كابومبا جايد مثلا اللي بده يمتحن وبهمه موضوع الامتحان، البي ام او انه اذا بالامتحان ما شرحين شنو على البي ام او، معناتها البي ام او هو اكثر مسؤول عن وضع المنهجيه والبوليسيز والجايد لاين لاداره مشاريع بالمؤسسه. هذا بالطبع مش هذا الشرط، بس انه هذا هو يعتبر اذا بالامتحان ما محددين you have to assume something and we do not like to assume. So هالموضوع دائما ما في جواب واحد لصلاحيات اداره المشاريع، مثل ما قلنا كل مؤسسه بتحدد الدور اللي بدها. هلا بالطبع بالمؤسسات اللي بتشتغل على مشاريع استثماريه ضخمه وكابيتال بروجكت والاول اند جاز نيذر ما نشوف بي ام اوز. ليه؟ لانه عندهم البروجكت مانجمنت ديبارتمنت وشرحنا عنها سابقا، وان ذيس كيس البروجكت مانجمنت ديبارتمنت فيها كل البروجكت مانجمنت بيرسونيل، ممكن يكون في استيميتنج يونت، فيها بروكيرمنت يونت، ممكن يكون فيها كونستراكشن يونت وغيره وغيره وغيره. هلا اذا عم نحكي نحن بشركات عاديه، يعني عم نحكي بشركات عاديه انه بزنس ولا مؤسسات حكوميه، اذا البي ام او موجود ممكن البي ام او موجود بالاي تي ويكون مثل ما قلنا شغلته سبورت، ولا شغلته ممكن يكون اكثر بشوي. لما نقول اكثر بشوي شو المقصود فيها؟ معناتها ممكن هالبي ام او يكون هو مستلم الداتا بيس تبع لسنز ليرند، اذا في لسنز ليرند. ممكن هالبي ام او يكون حاطط مثلا تمبلت وبروسيجرز لمانجينج بروجكت. ممكن هالبي ام او يكون في بعض الخبراء بقلبه، يعني مثلا مش كل مدير مشروع ممكن يكون كواليتي اكسبرت ولا بروجكت ريسك مانجمنت اكسبرت. سو ممكن البي ام او يكون فيها هالاكسبرت تيساعدوا البروجكت مانجرز. ممكن يكون اذا البي ام او على مستوى كوربريت بيكون في عندنا يمكن اتش ار اناليست وريسورس اناليست. ممكن يكون في بلانرز تيساعدوا مدراء المشاريع. مشان هيك انه يعني ما بعرف كيف بدي اكمل بهالفيديو، بعتقد لازم انه نختمه لانه مثل ما قلنا البي ام او ممكن يكون دوره سكرتير مش اكثر ولا اقل، اما دوره يكون هو اذا كان كوربريت بي ام او على مستوى استراتيجي اللي هو يكون له علاقه مباشره بكل تقارير بكل الموافقات على كل المشاريع والكنترول. بالطبع ببعض المنظمات البي ام او ممكن يكون فيها هو المسؤول عن وضع المنهجي والاورجانيزيشنال سيستم واللسن ليرند والكوربريت داتابيز. وبالطبع يكون دوره كمان انفورسمنت، يعني نوع من بوليس بوليس سبورتنج. هلا شو هو الافضل؟ مثل ما قلت ما فيني اعطي جواب، بس انا الديفنتلي برايي واللي حكينا عنه سابقا، اذا عندنا شركات عم تشتغل كبيره وعم تشتغل بمشاريع استثماريه ومشاريع هندسيه ومشاريع انه بتكلف كثير وبتاخذ فتره طويله، نحن برايي الموضوع البي ام او لازم نطلع منه ونروح دايركتلي على البروجكت مانجمنت ديبارتمنت مثل ما حكيت سابقا. نكتفي هون بهالتعريف. اذا في اسئله اكثر ممكن، اما بنشوف بعض المواضيع ممكن نقدر نوضح وننشر فيديوهات مستقبليه اكثر، بس فانا نشرين اكثر من فيديو عن البي ام اوز، ممكن ترجعينهم كمان عندنا ارتكلز على البلوج تبعنا. شكرا والى اللقاء.